ف اظن الماتش بيكون حلو شوي. شوف اللي نعرفه حين حامد عند ال الشيء اللي وياه حين انه عنده خبر، عنده خبر ما شاء الله، ما في تورمنت في البلاد ما دش حامد. حامد حامد خبره بالريال الحين، نحن ما نعرف لعبه. حامد اول تورمنت يعتبر بالامارات معروف بالدبس والله صراحه، يعني انا ما ارم اقول هالشيء بس والله من احسن ليتل ماكس عندنا في دوره الامارات. يعني اللي عنده شيء لعبه حلو، اللي عنده شيء يثبت نفسه، هي عنده شيء يثبت نفسه في الميدان. ف حامد معلق ايه عادي، واظني حامد المفروض يتم على الارض وحاول ان حامد لعبه لازم يكون اجرسف، لا يعني ما يتم في مكان واحد وما يتريل، هذا لا لازم يتحرك ولازم يحاسب من الفيما اليوشي. انا شفت اللي قراب توا يوم عطى باك قراب، انا عرفت الحين تقريبا طريقة يوشي. الحين ترى من اصعب الجيمز يوشي ليتل ماك، لان يوشي عنده بيضة وليتل ماك في نفس الوقت عليه زخر عند هي صح. حامد حاول يسوي الشيلد بريكر والله يوشي. لين الحين انا اشوف الجيم يعني ايفن ماتش صراحة، يعني ما اشوف انه اوب فانش بس نايس نايس. هاي مشكلة الواحد لازم ما يستخدم الهي بي وتحت صح، لازم ما يستخدمها صراحة خصوصا ضد ليتل ماك. ليتل ماك يعني one of the fastest characters عندنا. شوف استخدمه بعد. أنا شوف إن حامد لازم يسوي دامج بسرعة ويعطي الكيو عشان يخلص الماتش بسرعة. المرة الثالثة يستخدم. المرة الثالثة يستخدم. قف أنا وغمز لي بعد حامد، فأنا شاك في عمري بشوية. نايس. ها؟ بس ديك بلاس يعني بس خلاص سواب ديت. الحين يا سيختارون الكاونتر بيكس، الحين الكاونتر بيكس يعني بس كان الجيم اللي طاف ما كان يعني ما كان لصالح كان لا ما كان لصالح يوشي يعني بس ما كان وايد سريع يعني كان جيم وايد سريع يعني حامد ما شاء الله مثل ماك سيف الكي او ماله لما سوى دامج. هي هاي طريقة حامد، حامد في اللعب اذا عند الكي او ويعرف انه يروم يذبح خصمه يعني بدون الكي او بيسيفها لين الجيم الجايه، يعني هو طريقته حتى يعني هيز مور افيشنت يعني ما يضيع شيء. يوشي لازم يحاسب من السوبر ارمر مال ليتل ماك. هو تبى الصدق، انا من طريقه لعبه انا عرفت انه عنده خبره يلعب ضد ليتل ماك، بس ما عنده خبره ضد لاعب مثل حامد. يعني حامد لو تلاحظ ان لعبه غير عن اي ليتل ماك، ايه عنده طريقه معينه يعني لو تلاحظ يعني انه ما يسوي الحركات اللي الراندوم يستعمل، هي يستعمل الداون تيلت يستعمل الداون تلت باختصار. هي ميكس ذا موست اوت اوف ليتل ماك يعني ما شاء الله عليه. يعني بتلاحظ في وايد ناس يلعبون نايس كاونتر نايس كاونتر. مشكله الحين اشوف في البرسنتج فرق، مشكله ليتل ماك يوم تتحدى انت يوصلك البرسنتج بسرعه. نايس نايس طيح الاول ستوك وليتل ماك يعني متقدم يعني او الجيم لصالحه. شوف استخدم بعد البي وتحت، يعني انا هالمره الرابع يعني خطيره، يعني خصوصا تلعب ضد لاعب سريع بسرعه يروم يركض ولا لا تنسى يسوي لك بونش. لا تنسى ان ليتل ماك عنده سوبر ارمر، ف السوبر ارمر بالضبط اياها عادي يسوي لها باي باس وطيره. اوه كسر الشيل شيل بريكر. استعيل استعيل وايد استعيل فيها. أبا هو يمكن بعد مرتبك بعد ما اعرف والله مرتبك يمكن من سرعه حامد، لانه خصوصا اول جيم تلعبه مو باول جيم، لا هو لاعب جيم قبل الظاهر. لا هذا اول جيم لا 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 حامد اول جيم، بس الثاني لا لاعب ضد اخوك اظني لاعب ضد وين. ف كالعاده هالغلطه يعني تلاحظ انه يسوي الداون بي يستوي له بانش بيستخدمه. لا شكله الحين اتعلمه بس خلاص. حامد يفوز بالتو جيم. يعني حامد صراحة انسان والله لعب جيم صح، لعب الجيم كان حلو ويعني ما شاء الله اعطانا حتى خبرته. يعني صراحة لعد لا يبغى يشوف الفيديو يبغى يتعلم طريقة غير كيف تلعب ليتل ماك يتعلم من حامد. لو تلاحظ انه هو كان يسوي له بانش وايد من الداون بي مالته مالت يوشي. ايه يعني هو ما استوعب انه هو ياخذ دمج بسبب هالحركة. صح كان المفروض يغير.